رمضان شهر مشهد بالملايين. الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحيانا بيخليهم يروحوا وراء الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم. ده واجبنا مع الناس الحلوة. تجميل الأسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز، نعمله بالطبقات أو الفينيرز، أو نعمله بالمينيمال بريب فينيرز، أو في بعض الأحيان بنلجأ إلى تقويم الأسنان الأول قبل ما نعمل أي حاجة تجميلية. الزراعة والتركيبات، هل بينهم تنافس؟ الزراعة هي نوع من أنواع التركيبات. إمتى ما عملش تركيب؟ لو احنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل، لازم تصمم ابتسامة ملائمة للوجه. التدخين بيعمل ايه في الاسنان؟ هو بيبدأ بمشاكل بسيطة جدا ممكن تنتهي لا قدر الله إلى سرطان الفم. لو مريض السكر غير محافظ أو سكره عالي جدا، أنا بنصح إن ده لا يصلح بصراحة. الدكتور أحمد الحبشي استشاري تجميل الأسنان، رئيس مجلس إدارة كلينيكا جويل. اهلا بكم جوليا روبرتس، جميله الجميلات، بريتي وومن. طيب اختاروها انها واحده من اهم الـ يعني الاشكال المثاليه للابتسامه وشكل الاسنان. هي ذات فم يعني جميل، ويبدع الفم بتاعها في رسم الابتسامه، والاسنان فعلا جيده جدا جدا في رصتها. لو شفنا وشها في خطوط معينه مهمه جدا، يعني احنا كبدائيين ناس مش متخصصين نقول لك خط العين وخط الاسنان، الخطوط دي ليها علاقه وثيقه جدا. اللون، الزوايا، شايفين امتداد الاسنان جيد الى حد ما على قدي انا بقول الكلام. فخلي بالكم انه الابتسامة الجميلة عند النجوم دول تساوي الملايين. الدراسة قالت إن الستات اللواتي يمتلكن أسنان متوازية مع خط العين من مثل جوليا روبرتس دول هم أصحاب الابتسامة المثالية، يعني خط الابتسامة يبقى موازي لخط العين. ماشي، هل ده كلام يعني رف كده؟ لكن تعال نقرب من الابتسامة، نقرب من صناعة الابتسامة، نقرب من أدوات صناعة الابتسامة، التركيبات الثابتة والفينير، إيه الفرق بين دي وبين دي؟ كراونز، ما دي اللي بتعمل التجميل، هو ده اللي بيعمل الابتسامة. ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد حبشي، أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك. منورني وشرف كبير لنا هذه. أهلا بحضرتك حبيبي. أدوات صناعة الابتسامة الحلوة هي التركيبات، صح كده؟ صح طبعا. إيه يعني إيه تركيبات؟ نبدأ من الأول، يعني إيه تركيبة؟ حلو، انا هبدا بحضرتك من تاريخ التركيبات. اول شيء عندنا كنا بنستخدمه او بدانا نستخدمه في التركيبات او في تجميل الاسنان كان بدايه من كراونز، او بيسموها الطربوش، او في دول الخليج بيسموها التلبيسه، اللي هي كان كفر كامل يعني بنغلف بيه السنه كامله. زي مثلا بنيجي نبدا نبرد الاسنان، نصغرها خالص، وبتيجي الكفر ده بيغطي السن كامل. هي ده الطربوش او الكراون او التلبيس. ده كان البدايه عندنا في علم تجميل الاسنان والاستعاضه
لشكل السنان الأحسن أو التجميلية. طيب مع تطور العلم بدأنا نشوف إن حرام إن إحنا نبرد السنة ونصغرها قوي ونبدأ نعمل كرونز في، وخاصة إن في حالات لا تستدعي ده، بيبقى في مثلا يعني عدم ترتيب للأسنان خارجي، أو بيبقى تشوه بسيط قوي في لون الأسنان، فحرام إن إحنا نقعد نبرد الأسنان ونوصل للعصب ونعمل تموية العصب والكلام ده كله. فبدأوا يطوروا الطبقات اللي هي نيجي نبرد يعني نسبة معينة من السطح الخارجي بتاع السن ونلزق على السطح الخارجي على طول. كان في أول مشكلة واجهت الناس دي كان عبارة عن اللزق اللي بيستخدم في لزق الطبقة دي. طبعا الكلام ده أنا بكلمك في حوالي من 15-20 سنة، مع تطور علم اللزق فقدرنا نوصل إن احنا بقينا بنلزق الطبقة دلوقتي وبقت قوية جدا، فبدأت تاخد مكانة كبيرة جدا بدل الكراونز في نسبة كبيرة من حالات تجميل الأسنان. بعد ده ظهرت الحاجة اللي بيسموها العدسات أو اللي هي المينيمال بريفينيرز، اللي هي بيبقى فيها نسبة برد بسيطة جدا أو في بعض الحالات ما بنبردش خالص الأسنان. تمام، ده هو ده بالظبط تاريخ وما ما وصلنا له حتى الآن من تجميل الأسنان. فإحنا بدأنا بالتركيبات الثابتة ككراونز أو طربوش، بدأ وبعد كده جت الطبقات أو الفينيرز، وبعد كده حصل عندنا حاجة اسمها المينيمال بريفينيرز. طبعا اللي احنا شايفينها دلوقتي دي تعتبر فينيرز مش مينيمال بريفينيرز، في برد كويس لسطح السن مش برد كبير مش زي الطربوش والكلام ده كله، وبتتلزق الطبقة على السطح الخارجي زي ما احنا شايفين. عظيم جدا. ايه يعني متى نحتاج الى التركيبات الثابتة؟ متى لازم نعمل تركيبات ثابتة؟ التركيبات الثابتة خلي بالك هنبدأ يعني ده سؤال كبير قوي. التركيبات الثابتة امتى بنحتاجها؟ اول احتياج ليها الفانكشن او ان احنا نعيد او نؤهل الفم للعملية اللي هو يعني معمولة، الاسنان معمولة مبدئيا لمضغ الاكل قبل ما نتكلم عن الشكل. طيب فاحنا اي سن بنعمل له علاج عصب لازم نحميه بكراون او بتركيبة ثابتة. طيب اي بنفقد اي سن لازم بنعوضه بتركيبه ثابته، سواء الجسر او البريدج او الامبلانت. طبعا الامبلانت ده عمل طفره كبيره دلوقتي في عمليه الاستعاضه عن السنان المفقوده، الزراعه. تمام بالظبط. نيجي بقى نخش على تجميل الاسنان، امتى بنعمل تجميل الاسنان؟ اي حد عنده كونسيرن او شايف ان في مشكله في الابتسامه بتاعته، يعني يقوم كل يوم الصبح يبص في المرايه يلاقي نفسه دايما عينيه رايحه على الاسنان في حاجه مش مظبوطه، ده يحتاج تجميل الاسنان. تجميل الاسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز، نعمله بالطبقات او الفينيرز، او نعمله بالمينيمال بريف فينيرز، او في بعض الاحيان بنلجا الى تقويم الاسنان الاول قبل ما نعمل اي حاجه تجميليه. طيب حضرتك جبت سيره قبل ما ندخل بس على كميه التركيبات او نكمل في التركيبات، الزراعه والتركيبات هل بينهم تنافس ولا في، هل في فرق بين الزراعه والتركيبات؟ لا ده بينهم تناغم مش تنافس. طبعا 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 طبع. يعني زي ما بقول لحضرتك الزراعه هي نوع من انواع التركيبات يعني، وهي احدث شيء عندنا في علم التركيبات بالنسبه للاستعاضه عن اي سن احنا فقدناه او هنفقده. تمام، احنا دايما بنفضل ان احنا نعمل زراعه، ولكن في بعض الحالات بيبقى صعب ان احنا نعمل زراعه. في حالات من الناحيه التجميليه بتمنع ان احنا نعمل زراعه ونلجا الى البريدج او الجسر اللي هو زي ما موجود حاليا في الشاشه، او بيبقى في مشاكل صحيه لا تسمح ان احنا نقدر نعمل زراعه، في الحاله دي لازم برضو بنلجا الى البريدج او الجسور. كل ما خلاف الاسباب اللي احنا قلناها لا هنروح لزرع الاسنان. نروح لزراعه الاسنان. طبعا. هو طبعا الفيديو ده بيورينا ميزه الزراعه عن التركيب. طبعا امتى ما اعملش تركيب؟ امتى ما نعملش تركيب؟ موانع عمل التركيب. التركيبه الثابته قصدك زي الجسر مثلا ولا زي الكراونز؟ لا الكراون يعني انا ما اعتقدش ان في حاجه تمنع الا لو في مشكله في اللثه بتاعه الاسنان لازم نعالجها، او لو في كسر طولي في السن لا في الحاله دي لازم نخلع السن ونبدا نستعيد عنه ببريدج او اللي هو الجسر او الزرع. دي تقريبا الموانع اللي تمنع، لكن غير كده لا مفيش اي حاجه تمنع ان احنا. ايه الحاجات اللي لازم المريض والدكتور ياخد باله منها انها متوقع انها تكون مشاكل، تكون محاذير حول التركيبات الثابته؟ اللثه، صحه الفم عامه، الهايجين بتاع الاورال هايجين، صحه الفم عامله ازاي؟ ان انت اي تركيبه بتعملها
بيبقى فيها جزء كبير من نجاح التركيبة دي على المريض مش على الدكتور. الدكتور بيتأكد ان هو عمل الكراون، عمل التحضير بالطريقة المطلوبة، عمل الكراون او لزق الكراون بالطريقة الصح، المارجنز او الحواف كلها مقفولة، مفيش اي الليدجز او اللي هي مفيش اي نتوءات طالعة من الحواف بحيث انها تحشر الاكل. انت في الحالة دي دور الطبيب انتهى. المريض بقى عليه دور كبير في البيت، لازم يبدأ ينظف أسنانه كويس، لازم يبدأ يستخدم غسول الفم أو الماوث ووش، لازم يعتني بصحة الفم. لو احنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل. هتفشل ليه؟ إن صحة الفم أو اللثة هتبدأ تلتهب، هيبدأ يحصل تآكل في العظم، ممكن تبدأ الأسنان تتحرك ونبدأ نفقد الأسنان. مش التركيبات بس اللي هتفشل، لا الأسنان اللي موجودة أصلاً هتبدأ تبقى عرضة إن احنا نفقدها. هروح للفينير بقى. الفينير حاجة دلوقتي العالم كله عايز يركب فينير. ده الترند. يعني باور أوف فينير. بالظبط. هي الفينير زي ما قلت لك، كتير قوي من الناس دلوقتي بدأت تشوف ان في مشاكل في شكل اسنانها، اسنانها بتعمل لها احراج في بعض المناسبات الاجتماعيه، في اشغالهم، الكلام ده كله، فبدأوا يفكروا ازاي يجملوا اسنانهم. واحنا الحمد لله عندنا الايرا دلوقتي بتاعه الكونسرفاتيف دنتستري، او ان احنا ازاي نبقى محافظين، مش عايزين نروح للتلبيس على طول والكراونز والكلام ده كله، فبتروح للطبقات. الطبقات دلوقتي بقينا بنقدر نعمل بيها حاجات مرعبه، يعني نتائج مرعبه. ليه؟ ان احنا بنقدر نعمل برد خفيف للاسنان، لو في فراغات في الاسنان، لو في بروز، نقدر نعمل كل الكلام ده بالفينيرز، برد خفيف على السطح الخارجي ونبدا نحط الطبقات. فزي ما قلت لك، لون بيتغير، شكل كامل للابتسامه بيتغير، علم الديزاين بتاع يعني ان انت تديزاين الابتسامه ده بقى علم كبير. يعني انا درسته في امريكا ودرسته في انجلترا، ان انا اوصل ان انا اقدر يعني اصمم ابتسامه. زمان اول ما اتخرجنا من الكليه كنا ما كانش في حاجه اسمها تجميل اسنان، كان شكل اسنان وحش، طيب اوكي تاخد مقاس تبعته للمعمل، المعمل يعمله على مزاجه، يجي الله اسنان شكلها احسن بكتير من اللي قبل كده الحمد لله. طبعا الامور دي دلوقتي اختلفت تماما، بقى في حاجه اسمها يعني انتوا بداتوا مثلا بجوليا روبرتس بتتكلموا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، اسنان جوليا روبرتس لو بنتكلم على اسنان بس، لو انا شفتها او جبنا مرايه او هي وقفت قدام المرايه تركز على اسنانها بس، هتطلع 100 مشكله فيها. بس ايه جمال اسنان جوليا روبرتس، او امثله كتيره جدا غير جوليا روبرتس، الهارموني اللي موجود، الديزاين اللي معمول، التصميم ماشي مع شكل الوش كامل، تصميم الاسنان ماشي مع الوش. لو انت جيت تعمل اسنان ركزت على الاسنان بس، ثق تماما بنسبة 90% انت مش هتقدر تعمل ديزاين حلو. ممكن تعمل لون اسنان شكلها حلو، لون اسنان حلو او شكل اسنان حلو، لكن على الوش تلاقيه دايما في مشكلة. انت لازم عشان تصمم ابتسامة، لازم تصمم ابتسامة ملائمة للوجه مش للفم، للوجه كامل. لازم تبقى عارف فين المقاييس اللي بتقدر تشتغل عليها، ايه النقط او الكيرفات المهمة جدا عشان تقدر تعمل الديزاين او تقدر تصمم ابتسامة، وبعد كده تقدر تعمل التصميم المناسب لشكل الوش. تمام. حلو قوي. هقف عند السيرك كجهاز. جميل. خدمكم السيرك جامد، وطبعا انتوا يعني عشاق التكنولوجيا. يعني السيرك خدم تصميم الابتسامة كتير كانت كام يعني عشان المقطعية. بص هقول لحضرتك على حاجة، السيرك هو جهاز بياخد اوردر ان هو يصمم الاسنان. احنا بنرسم، بنعمل تصميم طبعا، او في ديزاينرز الحقيقه بنستعين بيهم، بيبداوا يعملوا التصميم على الاسنان. ولكن هرجع واقول لك ان السيرك تاني هو لسه ما توصلش ان هو ياخد صوره البني ادم او صوره المريض عشان نقعد نصمم عليها الابتسامه. انا اللي بيهمني دايما الصور والفيديوز اللي احنا بناخدها للمريض وهو بيتكلم وهو بيضحك وهو بيهرج والكلام ده كله، وهو بيكشر كل الكلام ده كله، ونبدا نعمل تخيل للتصميم، ونبدا نشوف التصميم ده هيناسبه ايه، هنطول الاسنان، هنعرضها، هنصغرها، الكلام ده كله، ونبدا يبدا الديزاينر يبدا يصمم اكوردنج للديسكشن بتاعنا الاسنان. السيرك زي ما انت شايف كده، السيرك هي مبينه الاسنان بس مش مبينه الوش. فلو الطبيب المعالج مش فاهم يعني ايه يصمم ابتسامه،
يبقى احنا كده رجعنا ان احنا بنصمم اسنان مش ابتسامه. تمام، الاسنان دي انت لو عملتها كده مش فاهم يعني ايه الوش، ومش فاهم ايه الكيرفات اللي في الوش، ومش فاهم كل الكلام ده، انت هتعمل اسنان شكلها حلو قوي على السرج، بس هتحطها في بق المريض بنسبه 95% مش ملائمه للوش المريض. وده اللي بيحصل دايما في حالات كتيره لما يكون الدكتور ما عندوش خبره او ما عندوش علم تجميل الاسنان. هنا مثلا احنا عملنا فينيرز حلو قوي. ايه المشاكل؟ هل الفينير بلا مشاكل تبدو بلا اي حاجه؟ انت قلت لي في الكراونز او التركيبات الثابته خلي بالك من اللثه، خلي بالك من الاورال هايجين. طب الفينير نفس الكلام؟ لا كير اكتر كمان. يعني احنا دلوقتي الاورال هايجين لو في الكراون احنا مطلوب مننا يبقى 100%، ففي الفينيرز مطلوب يبقى مننا يبقى 200%. ليه؟ انها طبقه ملزوقه على السن. لو احنا سمحنا ان يبقى في تراكم اكل عشان احنا او بلاك يتكون على الفينيرز، ده طبعا هيؤدي الى فشل الفينيرز وهيؤدي الى امراض للثه. فكل الكلام ده هنرجع تاني ونقول اهم حاجه عندنا احنا الدكتور بيعمل ابتسامه شكلها حلو جدا وطلعت والبيشنت مبسوط والامور الطبيه كلها تمام، هل ده كده معناه ان انت سيف؟ سيف لو انت او انت امن، لو المريض محافظ على اسنانه وعلى صحه الفم. محافظش على صحه الفم اي حاجه هتتعمل في الفم هتفشل. لازم نبقى احنا متفقين 100% على الموضوع ده. وانا دايما لما بيجي المرضى في العياده سواء هنا في مصر او في الامارات او في دبي، كلامي دايما معاهم انا دوري بيتمثل في 30% ان انت هتطلع الابتسامة بتاعتك كويسة والاسنان سليمة والطبقات او الكراونز معمولة بالطريقة الطبية الصح. 70% بتاعت نجاح اللي احنا عملناه مطلوب عليك صحة الفم، تنظف اسنانك صبح وليل اتليست، وصول الفم، تتابعني كل 6 شهور في العيادة. الحقيقة أن الحوار معك ممتع دائما وسعداء جدا بزيارتك وسعداء جدا بالأداء الرائع العالمي اللي بتعملوه في ماسك كلينيكا جويل ومجموعة علمية، مجموعة طبية علمية على أرقى مستوى متنوعة، والتنوع هنا لا يعني الاختلاف ولكن التنوع يعني التكاتف والعمل الجماعي في النهاية اللي بيصب لمصلحة المرضى. بالظبط. نورتنا وشرفتنا وضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد حبشي كان في واحدة من أهم حلقاتنا، التركيبات الثابتة والفينير وتصميم الابتسامة، وفي النهاية العمل الهام جدا اللي بيقدم دليفري للعيان ابتسامة وشكل جمالي متميز، ولكن بمعايير مهمة منها على الدكتور مسؤولية والمريض يحمل أيضا مسؤولية. خليكم شايلين شوية مسؤولية وخليكم على الناس الحمد. معلومات الناس عن الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي معلومات أنا شايف إنها محدودة جدا. الناسورة دي عبارة عن قناة ليها فتحة خارجية وفتحة داخلية، سواء كانت بين 2 أورجان زي مثلا لو احنا قلنا مثلا في ناسور ما بين القناة الشرجية وما بين المهبل. 90% مثلا من الحالات هو خراج عادي جدا بيحصل زي أي خراج تاني، بيجي العيان بيجي له شوية بين ألم أيا كانت الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها، اشتغل بطريقة كويسة بالنسبة لك تقدر تطلع بيها نتائج كويسة بأقل كومبليكيشن. ما تسيبش نفسك من غير كشف طبي أرجوك، ودي حاجات مهمة جدا جدا جدا. الدكتور أحمد إبراهيم استشاري الجراحة العامة وجراحات الشرج عيادات جراحات كلينيك. أهلا بكم. معلومات الناس عن الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي معلومات أنا شايف إنها محدودة جدا. ده في ناس مش عارفة التشريح أساسا وبالتالي مش بتعرف قوي إحنا بنتكلم في أنهي منطقة في الجسم، فانا عايزكم تقربوا بس من الجهاز الهضمي شويه ونذاكره مع بعض. طبعا كلنا عارفين الجزء الاعلى من الجهاز الهضمي، لكن لو قربنا شويه كده وبصينا على الجزء الاسفل من الجهاز الهضمي، الجزء الاسفل من الجهاز الهضمي نقرب له شويه كمان اهو اهو كده اهو عشان بس اظبط الجزء اللي انا بتكلم فيه. الجزء ده، الجزء ده اللي هو المستقيم، ده مهم جدا ان احنا نفهم انه امراضه كثيره جدا ومشاكله
وخصوصا الجزء الاخير منه اللي هي فتحة الشرج، ده هتلاقي مشاكله كثيرة جدا في هذا التوقيت. هنفهم النهاردة، لان احنا النهاردة بصدد الحوار عن موضوع مهم جدا اسمه الناصور الشرجي. وناصور دي كلمة في الطب محتاجة برضو تفهموها، يبقى احنا دلوقتي محتاجين نفهم الاعراض دي تخص ايه. طب انت قلت ده جدلا هتخص الناصور، ما هو الناصور الشرجي؟ ايه قصته؟ ازاي بدأ؟ كل ايه المضاعفات اللي تحصل لما نطنشه؟ ده موضوع مهم للغاية في منطقة مهمة للغاية، مع ضيف مهم للغاية، ضيفي العزيز الأستاذ دكتور أحمد إبراهيم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا في الناس الحلوة. عايز أبدأ الأول بكلمة ناصور الأول، وبعدين نحط لنا جنبها ناصور في المنطقة بتاعة الجهاز الهضمي السفلي أو منطقة الشرج. يعني إيه ناصور؟ فكرة الناصور، الناصور ده عبارة عن قناة ليها فتحة خارجية وفتحة داخلية، سواء كانت بين اتنين أورجان، زي مثلا لو احنا قلنا مثلا اللي في ناصور ما بين القناة الشرجية وما بين المهبل، أو ما بين مثلا القناة الشرجية خارج عن طريق الجلد، ده كده يعتبر ناصور. لو الفتحة الخارجية موجودة وما فيش فتحة داخلية يعتبر ساينس، جيب صديدي. فده فرق كبير جدا اللي احنا لازم نبقى فاهمين، ان لو احنا عندنا فتحة داخلية وفتحة خارجية ده ليه مانجمنت معين، ولو فتحة خارجية من غير فتحة داخلية أو ساينس يعني هيبقى ليه مانجمنت تاني مختلف تماما. فكرة الناصور بقى وإزاي يتكون ونقدر نسميه بيبقى حسب المكان بتاعه، حسب المكان بتاعه، حسب الأناتومي. هو ده اللي احنا نقدر نقول مثلا إن مثلا الناصور شرجي، تمام، يبقى ده موجود في منطقة الشرج. طب ظهر إزاي أو حصل إزاي أو هو إيه أعراضه أو هو اتكون إزاي، بنبتدي نتكلم بقى عليها بقى بالتفصيل، من بداية اللي هو ظهور الخراج وبيظهر ازاي الخراج وفي انهي منطقة بالظبط والكلام ده كله. احكي لنا قصة الناصور الشرجي بتكون ازاي. هو عبارة عن خراج، بيبتدي خراج بسيط خالص بيبقى موجود في غدد موجودة في الدنتيت لاين اللي موجودة في القناة الشرجية. القناة الشرجية هي آخر جزء في الجهاز الهضمي، تقريبا طولها في حوالي 4-5 سنتي. الدنتيت لاين ده تقريبا بيبعد تقريبا حوالي 2 سنتي زي ما احنا شايفين كده، بيبقى موجود فيه زي سبعات او ثمانيات زي ما احنا شايفين قدامنا. في غدد مسؤوله في المنطقه ديت عن افرازات اللي هي بتدي الريحه المميزه لكل بني ادم، ريحه الستول بتاعته بتبقى شكلها ايه، تمام، بلس ان هي بتدي نوع من انواع اللزوجه لنزول الفضلات بشكل لين شويه. لو حصل التهاب في الغده ديت بتبتدي تعمل خراج، الخراج ده يبتدي بقى يتجه بقى لو هو مثلا اتجه مثلا لداخل القناه الشرجيه او في الميكوزا، فيبقى ليه سب ميوكس مثلا ابسس، لو نزل في فصه معينه او في اتجاه معين، بيبقى كل خراج من دولت ليه طريقه مانجمنت معين. فعشان كده دايما بقى بنقول ايه، جريمه 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 اي جراح يعملها ان هو يفتح خراج جار شرجي يفتحه بلوكال انستيزيا، ده لازم يتفتح اندر جنرال انستيزيا. يعني ايه؟ اي عيان عنده خراج شرجي او جار شرجي لازم يتفتح ببنج عام، مش كلي، مش ببنج موضعي. ليه؟ عشان خاطر الجراح يقدر يكتشف الخراج دوت ازاي كان موجود وتكون ازاي واتجه لانهي اتجاه عشان يقدر يعمل له درينج او يقدر يخرج الصديد اللي موجود فيه ويقدر يعالجه بشكل كويس. المشكله الرئيسيه بقى ان ما بيتعالجش بشكل كويس. بعض العيانين بياخدوا انتي بايوتيك ويسيبوه، اول ما يبتدي يفتح وينزل الصديد اللي فيه فالعيان بيبتدي البني في دي ال، فخلاص ما بيكشفش، بيكبر نفوخه. في بيروحوا بعد كده لدكاتره، ممكن دكتور عام او نائب جراحه صغير او كده، فبيفتحوا اندر لوكال اناستيزيا مع بنج موضعي، فما بيفتحوش كويس فما بينضفوش كويس فما بيتعالجش بشكل كويس. بيبتدي بقى يتكون بقى، اصبح ده كرونيك انفكشن موجود في المنطقه ديت، يبتدي يكون التراك بتاعه اللي هو الفايبرس باند بتاعته او فايبرس تراك ديت، بتبقى موجوده الفتحه الداخليه جوه في قلب القناه الشرجيه، وغالبا بتبقى موجوده في المنطقه اللي هي بتاعت الدنتيت لاين ديت، وبعد كده بتبتدي تنزل تحت لحد وتفتح في قلب السكين او في قلب الجلد. بعد كده بقى كل مره يبتدي الكرونيك انفكشن ده يبتدي يلتهب، العدوى المستمره، العدوى المستمره مزمنه، تمام، يبتدي يلتهب بقى، ويبتدي بقى تاخد بقى، يبتدي التراك يبتدي يكبر ويبتدي يدي البرانش بتاعته، او يبتدي اللي هو يوصل لاعلى، او يبتدي ياخد طول اطول بنفس الطريقه ديت. فديت المشكله الرئيسيه، هي المشكله الرئيسيه اللي احنا مش مهم قوي اللي احنا نشرح حالاته من الناس او الناس تبقى فاهمه ايه هي القصه من البدايه، اكتر ما ان هي تبقى فاهمه ان هو حاجات معينه، بوينت معينه لازم كل عيان يبقى فاهمها. لو احنا عندنا خراج شرجي او خراج جار شرجي لازم جراح يبص عليك. قفزه العمليات قفزه نوعيه، يعني اختلفت
الاساليب الجراحيه او اسلوب الليزر دخل غير مفهوم العمليه. برضو الفكره في ايه بقى؟ هي الطفره دي ترجع للديود الليزر. الديود الليزر ظهر 2005. كان قبل كده احنا كان يعني كنا قبل كده بنشتغل مثلا في امراض الشرج كلها مثلا ممكن بالسي او 2 تمام، كنا ممكن بنشتغل بيه ده مثلا في البواسير، كنا مثلا بنخش مثلا نعمل استئصال للبواسير تمام. في الاندياج كنا برضو بنشتغل بيه. لما ظهر الديود، الديود بقى ميزته بقى ده فكره بقى الديود وعظمه الديود اللي هو خلى الجراحين كلها تتجه للليزر وتحب الليزر. ليه كذا ميزه. اول حاجه هو جهاز بورتابل، جهاز صغير خالص تقدر تتحرك بيه، فتقدر تروح بيه من مستشفى لمستشفى لمستشفى، مش محتاج تجهيزات كبيره. الجهاز ممكن يشتغل باور سبلاي بتاعته على الكهرباء العاديه خالص زي ما احنا شايفين كده، جهاز يعني جهاز بسيط خالص يتشال، وباور سبلاي عادي خالص على فيشه الكهرباء العاديه خالص، مش محتاج الدوشه الكبيره بتاعه الاجهزه الكبيره او كده. الجهاز ميزته انه احنا بنصنع او بيطلع شعاع الليزر منه من حاجه اسمها اشباه موصلات، فديت تقدر تدينا اكتر من ويف لينس، فاصبح الديود ليزر ده صيحه بقى اللي احنا يعني ممكن نبتدي بيه الويف لينس من اول ال 200 لحد ال طول الموجي بتاعه مختلف من 200 لحد 1470 اللي هو اخر حاجه يعني اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه. فبدا بقى الطول الموجي ده بدا يدينا ادفانتج كتير، بلس طبعا اللي احنا بنقدر لان الوات بتاعه برده مش عالي، فنقدر اللي احنا نقدر نخش بيه فايبر اوبتيك كاستر، القسطره اللي هي مليبل يعني هي بتتحرك معانا فليكسبل، فما بقاش في مشكله ان احنا نقدر نخش ناسور مثلا طويل او متعرج او كده، نقدر نخش فيه بالقسطره ديت عاديه خالص. فبدا يظهر فكره الديود ليزر ديت، وبدات اللي هي تستخدموها في فكره الناسور. كان من ضمن عيوب الجراحه او اللي احنا كنا دايما بنخاف منه في الجراحه، اللي احنا طالما وصلنا لعضله الشرج احنا ما نقدرش نتكلم، مش نقدر نعديها، لان اي ضربه نشط في عضله الشرج المريض دوت هيعاني بعد كده طول حياته من سلس براس. فبقى فكره بقى عدم التحكم في في الاخراج، سواء بقى كان غازات بقى او بعد كده فضلات نفسها، طبعا كارثه يعني بني ادم كان طبعا كان بتبقى حياته كلها مدمره. فبعد كده بدا اللي احنا كنا في الجراحه كنا بنستخدم خيط السنتو نقرب العضله ونقفل شويه مع جراحه، يعني كنا بنحاول وكانت كلها يعني محاولات، وكانت هو ده الاجتهادات اللي كانت موجوده وكان هو ده المتاح. لحد ما وصلنا لفكره اللي احنا لا، طب ما احنا ممكن نعالج الناسور من جواه بفكره الديود ليزر. ففكره الديود ليزر اللي احنا بندخل القسطره من جوه ماشي، ويمكن نشغل الديود ليزر هيبتدي يطلع الطاقه الضوئيه بتاعته، الخليه هتمتصها بناء على الويف لينس بتاعته، وبعد كده اول ما الخليه تمتص الشعاع ده هيحصل لها كوجوليشن، وتبتدي يحصل لها اللي هي يحصل لها سلافنج، وتبتدي تقع لوحدها من المكان بتاع فتحه الناسور الخارجي لحد ما تقفل. ظهرت بقى كذا بقى تعديله بقى للفكره ديت، فكره اللي احنا طب ما نخش ناخد غرزه جراحيه جوه في الفتحه الداخليه بحيث اللي احنا نقفل الفتحه الداخليه ونبتدي نعمل الليزر. دي فكره. في فكره تانية اللي احنا طب خلاص ما احنا ممكن نشتغل اندر سوبر فيجن بالزيد الغرزه للغرزه الداخليه اللي هو بيقفلوا بيها. طيب في فكره تانية، طب احنا ممكن نشتغل اندر سوبر فيجن مثلا بالالترا ساوند، ريكت الالترا ساوند نخش بيه ونحقن مسلين بلو او اي حاجه، وهنبتدي نشوف الشكل دوت هيبتدي دوت يخلينا نقدر نخش قسطره الليزر واحنا شايفين احنا ماشيين فين. بس الفكره العامه اللي هي السهله او البسيطه للناس، احنا مش بنقفل كده يعني، هو مش بيقفل كده، ده اللي هو ما بعد احنا بنخش قسطره الليزر، شعاع الليزر بيتسلط على الخليه، الخليه تبتدي تمتصه، تبتدي بعد كده تحول الخليه تحول الطاقه الضوئيه دي لطاقه حراريه، بعد كده تبتدي درجه حراره الخليه تعلى بالتدريج لحد ما نوصل درجه حراره 70، يبتدي يحصل الكواجوليشن، الدي ان اي بتاعها هيتكسر، الخليه تعتبر ميته اللي هو التخثر. تبص النسيج نفسه بدا يتجلط يقفل تمام. هيبتدي بعد كده يحصل له سلافنج ويبتدي يقع بالتدريج لحد ما يبتدي يقفل خالص الناسور. اسعدتني جدا بهذا الحوار العلمي الدقيق جدا، وكالعاده برضو بتدخلنا في عمق الليزر في فهم كل ما يتعلق به الناسور الشرج. موضوع مهم جدا يا جماعه، مفيش مريض يبقى عنده بدايات هذه الاعراض ويسكت، مفيش مريض يطنش اعراض ويعتبر انها يعني امور هتختفي بمضاد حيوي ومسكن، الحاجات دي مضاعفاتها بتبقى خطيره على المدى البعيد، مش المدى البعيد قوي يعني، على مدى فتره معينه بتبدا تتطور من مجرد خراج الى ناسور، الناسور متشعب الى درجات اقصى، القصه بتزيد، فما تسيبش نفسك من غير كشف طبي ارجوك. ودي حاجات مهمه جدا جدا جدا. ضيفي العزيز
الاسم المتميز في هذا المجال الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، نورتني وشرفتني واسعدتني. نورك يا دكتور ايمن، ربنا يكرمك. خليكم دايما من بالكم من صحتكم، وخلي بالكم من النوعيه دي من الحالات المرضيه اللي احنا ما نعرفش عنها. الجزء الاسفل من الجهاز الهضمي ما زال غامضا، وبنبذل مجهود عشان نخليكم تفهموا كويس. وخليكم معنا سلام. الادويه دي ما فيهاش ادمان يا فندم، ما فيهاش ادمان تماما. الادويه دي ليها طريقه انك ازاي تاخدها، انت ما عالجتش السبب فحصل انه بعد شويه الاستجابه ضعفت. الحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجا لها في حال ضعف الاستجابه على المنشط الجنسي. لو مريض عنده تليف بالغضيب، تليف شديد، الدعامات الهيدروليك برضه صعبه فيه، فبالتالي نتوجه اكتر ناحيه الدعامات المرنه. الدكتور أحمد عادل، مدرس أمراض الذكورة والعقم طب القصر العيني، استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، زميل الجمعية الأوروبية للصحة الجنسية. التعليم والثقافة الجنسية حق من حقوق الإنسان في مرحلة البلوغ، وكمان مراقبة تطور نمو جسمه والتغيرات الجنسية اللي بتحصل له في سن المراهقة. فيما يخص الذكور، بيدرج الأطباء عدد من الظواهر غير الطبيعية أو الأعراض المرضية اللي بتستوجب مراجعة الطبيب عند ملاحظتها على أبنائنا. تأخر علامات البلوغ بعد سن 15 زي تغير نبرة الصوت وظهور الشعر في الوجه ومناطق العانة وتحت الإبط، وتغيير حجم العضو الذكري والخصيتين، ألم متكرر في الخصيتين، تورم مصحوب بألم شديد في الخصية، غياب الانتصاب الصباحي، تضخم في الثدي، حرقان شديد أو ألم أثناء التبول أو القذف. الأعراض دي أو واحدة منها إذا ظهرت على الشاب في مرحلة البلوغ بتستوجب اللجوء المبكر لطبيب الذكورة. أهلا بكم لقصة السيلندلافيل، المادة الفعالة لما يسمى بالمنشطات الجنسية الأكثر شهرة في العالم. قصة مثيرة جدا. هذه الأدوية، أدوية اللي هي موجودة بأسماء تجارية عديدة، كانت تستخدم أو كانت تصنيعها في البداية للاستخدام للتعامل مع مشاكل الشريان التاجي، مشاكل الشريان التاجي القلبية. وكالعادة كانت وأيضا ضغط الدم المرتفع، كان في ما يسمى بأساليب علاجية معينة. معروف جدا انه اي دواء في الدنيا بيتم اختباره الاول على عينه بنسميها احنا التجارب السريريه، اللي احنا بنعرف نشوف عينه بنجرب عليها الدواء لفتره معينه وبنلاحظ الاثار الجانبيه. من ضمن الحاجات اللي اعتبرت في الوقت ده اثار جانبيه وطلعت هي الاكشن دلوقتي اللي خلت الدواء يتباع كاغلى كاكثر دواء مبيعا في تاريخ البشريه، هو زياده القدره الجنسيه. إن بدأت زيادة القدرة الجنسية تحصل، بدأ الدواء ده ينتشر جدا، والشركة المنتجة لهذا الدواء كسبت مبالغ مهولة تصل إلى أكثر من مليار دولار يمكن لغاية سنة أعتقد 2010 أو 2011. فالنتيجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها إنه إحنا وصلنا إلى إنه هذا الدواء أصبح شديد الانتشار بأسماء تجارية كثيرة جدا كأسلوب علاجي للضعف الجنسي. لكن في حالات ممكن جدا ما تستجبش لهذه النوعية من الأدوية. السيلندلافيل، الفوسفودايستيريز انهيبيتور، ده الأسامي العلمية ليها أو الشكل العلمي للأكشن بتاعه، بنسميهم إحنا ضعيف الاستجابة، ويقولوا على حالة ريفراكتوري غير قابلة للعلاج، رافضة للعلاج. أي حالة تديها دواها ما تستجبش نقول عليها احنا في الطب ريفراكتوري. فالبور ريسبوندرز او ضعيفي او ضعيف الاستجابه دول كيف نتعامل معهم؟ حوار لاول مره نثيره من هذه المنطقه المهمه جدا في سلسله شديده الاحترافيه، شديده التوضيح والتفصيل المنطقة الهامة في العلم اللي اسمها الضعف الجنسي. ضيفي العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور أحمد عادل، أهلا بك دكتور أحمد. نعم دكتور عيني. الحقيقة ضعف الاستجابة قضية علمية خطيرة جدا. ما معنى ضعف الاستجابة؟ احنا ذكرنا قبل كده دكتور أيمن في حلقات سابقة اللي احنا حاليا في الفترة الحالية دي بنسميها Era of the Poor Responders، أو عصر
ضعيفي الاستجابة. واحنا زي ما اتكلمنا قبل كده ان المنشطات دي كلها بدأت بأواخر التسعينات، وصلنا لمرحلة من الانتشار زي ما حضرتك ذكرت انها بقت patient to patient مش دكتور to patient. يعني كانت قبل كده الدكتور هو اللي بيوصفها للمريض، احنا وصلنا لمرحلة ان الصديق بيوصفها لصاحبه، زملاء العمل، الناس اللي قاعدين على القهاوي، وده كان بيلعب دور كبير في النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. هي وسيلة رشوة على فكرة. بالظبط كده. تعرف انها وسيلة رشوة. للأسف الشديد. فاحنا وصلنا لمرحلة من الانتشار الضار. ليه؟ دايما في جملة انا بأصر ان انا اؤكد عليها. الضعف الجنسي هو عرض لمرض. في بعض الأحيان وكل يوم في عياداتنا في مرضى بيكتشفوا انها مرض انهم مرضى سكر عندي وانا دكتور امراض ذكوره، في ناس بتكتشف انها مرضى بارتفاع ضغط الدم عندي وانا دكتور امراض ذكوره، لانهم بيتناسوا انه في احيان كثيره بيكون الضعف الجنسي ده هو بدايه اعراض مرض اخر. ده اللي بيخلي في ناس كتيره جدا اول ما يبتدوا يحسوا باي تغير في ادائهم يبداوا يلجأوا لصيدلي قريب منهم، لصديقهم في العمل، او حد قاعد معاهم على قهوه. اعمل ايه؟ وبتبقى اسهل اجابه خد دي. خد دي حتى وانا بقولها دايما، لو جابت نتيجه دلوقتي حضرتك بعد شويه هتفقد هذه النتيجه. ليه؟ لانك عالجت العرض مش المرض. انت كانك واحد عنده صداع بدل ما يدور على سببه خد مسكن، في الاول هيروح بعد شويه مش هيروح. ده اللي بيخلي واحد يبدا، ودي الجمله الشهيره دي هي ربع حبايه، ما هي الربع ده بعد شويه هيبقى نص، هيبقى قرص. وبيجي لنا ناس وبدون اي مبالغه يا دكتور عين، 4 حبايات في المره، 5 حبايات في المره. بقول له يا فندم انت كده هتموت روحك، مش لانه، ودي نقطه في غايه الاهميه، في يعني اعتقاد شائع جدا عند كل الناس الادويه دي يا فندم بترفع الضغط خالص، حاجة زي ما ذكرت بتؤدي الى انخفاض بضغط الدم. انت حضرتك تعرف في ادويه اللي فيها مركب النايتريت، هو ليه النايتريت كونتراندكيتد ما ينفعش يتاخد مع ادويه السيلدينافيل؟ بالظبط. لو انا خدت دوايين بيوطوا الضغط هيعمل هبوط شديد في ضغط الدم. حضرتك لما هتاخد 5 حبايات انت بتعرض نفسك لهبوط شديد في ضغط الدم قد يؤدي الى توقف عضله القلب. فبالتالي فكره ان انت تبقى طبيب روحك او صاحبك هو طبيبك، ده اللي بيؤدي في النهايه على يعني احسن الفروض ان الحبايات بطل تجيب نتيجه. اما كانش اخطر من كده. فهي دي اكبر مشكله بنواجهها حاليا، فكره انها بقت patient to patient، واحد بيدي لصاحبه واحد بيدي لصديقه. هيجي لك العيان عنده خلاص عدم استجابه زي ما انت قلت، طب هنعالجه ازاي؟ يعني خلاص انتهى، خبط في حيطه ولا له اسلوب علاج تاني؟ تبدا اولى خطوات العلاج بالتشخيص. حضرتك انا هعمل لك مجموعه من الفحوصات هنعرف بيها الوضع الحالي عندك ايه، وجه القصور جاي منين، ثم نبدا خطوات العلاج بتاعتنا. وده يقودنا لنقطه مهمه جدا. في المرضى تيجي تقول بس انا سمعتك يا دكتور بتقول ان العلاج 3 مراحل، حاله علاج دوائي، حاله حقن موضعي، وتدخلات جراحيه. مش انا اللي بحدد ومش المريض اللي بيحدد، ده بيتم في اضيق الحدود، لكن اللي بيحدد هو طبيعه الحاله، اللي بيحدد هو وجه القصور ودرجته. بمعنى في مجموعه فحوصات بنعملها، يمكن اتكلمنا قبل كده على فحص البينايل دوبلكس وقلنا قد ايه هو مهم وقد ايه مهم انه يتعمل بايد خبيره. ومشكلتنا الكبرى في هذا الفحص انه للاسف اغلب اللي بيعملوه مش فاهمينه، يعني خلينا نكتفي بكلمه مش فاهمينه يعني. فبالتالي الاهم هو ان انا اعمل لك مجموعه الفحوصات اللي هي مش بس كمان هرمون ذكوره، مجموعه هرمونات متكامله، سكر، حتى لو انت مش مريض سكر لازم تحلل سكر. في مرضى بيكتشفوا عندي في العياده انه مرضى سكر، وفحص الدوبلكس ده. بناء على هذه الفحوصات هقدر اقول بالظبط انت درجه الضعف اللي عندك ايه، ثم تبدا خطوه العلاج اللي جايه. لو في فرصه لعلاج دوائي ما بيكونش مجرد قرص عند اللزوم، ده بيكون علاج دوائي كامل بنحفز بيه الدوره الدمويه، حاجات بناخدها كل يوم، حاجات بنحفز بيها مستوى الهرمون. في بعض الناس تقول طب افرض انا الهرمون عندي مش ناقص، هاخد برضه هرمون؟ اه طبعا، بس بدوز معين، بجرعه معينه، لانه في بعض الاحيان بيكون المريض الليفل بتاع الهرمون عنده طبيعي لكن محتاج اعلى شويه عشان نبدا نشوف اعراض اكلينيكيه احسن عن الموجود عنده. لكن طبعا مش كل الناس هتستجيب على العلاج الدوائي. فبالتالي بتوجد بقى المراحل الاخرى اللي اتكلمنا عليها اللي هي الحقن الموضعي او التدخلات الجراحيه. ويمكن احنا الحقن الموضعي اتكلمنا عليه قبل كده ومعانا الصور بالظبط كده وعندنا الصور الخاصه بيه. الحقن الموضعي حل مشاكل ناس كتير يا دكتور ايمن. في ناس كتيرة كانت فقدت الامل وقالت خلاص طالما ان انا مش جايب نتيجه على الحبايه يبقى انا كده معليش اي حل ومش عايز اعمل عمليه، يا اما ان انا خايف من فكره التدخل الجراحي رغم بساطته، او ان انا خايف من التكلفه بتاعته. الحقن الموضعي انقذ الناس دي، لان احنا بنتكلم على وسيله سهله فعاله وتقريبا التكلفه بتاعتها تشبه بالظبط تكلفه العلاج الدوائي العادي.
فالحقن الموضعي انقذ ناس كتير، وعشان كده بنسميه القديم الجديد. هو كان زمان موجود قبل ظهور المنشطات، ومع فقدان الفعاليه عند قطاع كبير من المرضى رجع تاني يبقى حل لهؤلاء المرضى. فالحقن الموضعي واحد من اهم الحلول اللي ممكن نلجأ لها في حال ضعف الاستجابه على المنشط الجنسي. لكن يبقى ان الحل النهائي والجذري واللي بيخلينا دايما نقول بقلب جامد يعني ان الضعف الجنسي مرض له حل، هو وجود جراحات زرع دعامات القضيب، اللي هي الجراحات اللي بتشكل الحل النهائي اللي يخلي المريض يرجع له قوته الجنسيه ويستأنف حياته الجنسيه بكل نجاح. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه اللي بتسعدني جدا بحواره العلمي، بتسعدني بحوارك العلمي اشكرك بدقه توصيفك الرائع جدا استاذ الدكتور احمد عادل، مدرس واستشاري امراض الذكوره والعقم بكليه الطب قصر العيني، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه، صاحب الاداء العلمي الراقي جدا والمحدد جدا والواضح والاكاديمي جدا. خليكوا دايما معنا. ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع. الزراعه من اكثر اقسام طب الاسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. خلينا مثلا نتفق ان وجود الاشعه ثلاثيه الابعاد طفره غير عاديه في عالم التشخيص والزراعه، وعامه في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعه وفي الجراحه. انا يهمني الشكل اللي تحت ده شكله ايه؟ شكله معمول ولا شكله اسنان؟ يعني لو احنا خبينا اللي فوق ده، خبينا ان دي الحلقه قبل، هل الناس هتتخيل ان الاسنان اللي تحت دي اسنان معموله ولا اسنان طبيعيه فيها التفاصيل الطبيعيه؟ الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. السؤال الجاي مهم قوي عن الضب. بتسأل أنا عندي ضب و عايز اعمل علاج له او احل المشكله دي، هل في علاج بديل غير التقويم؟ لان التقويم بياخد وقت طويل. ده السؤال. طيب حسب بقى الضب او البروز، هل البروز في الاسنان بس ولا البروز في الاسنان والعظم؟ لو البروز في الاسنان بس احنا نقدر نعمل تقويم اي وقت وفي اي سن، او اقدر اعمل تجميل وان كنت لا افضله في حالات البروز. ليه؟ لان حالات البروز عشان تتعدل بدون تقويم بيحصل فيها تحضير زايد، لان انت عندك بروز فانت عايز تدخل اسنان لجوه، فانت بتشيل من الاسنان كتير. انا بقى افضل طريقه اللي هي ايه، الست شهور تجميل. ايه الست شهور تجميل؟ نعمل تقويم يلم السنان شويه ونساعد بالتجميل مثلا، او نعمل تقويم ولو محتاجه تجميل في اللون او في الشبن نبقى نعمله. لكن انا ما بحبش في البروز بالذات استعمل التجميل المباشر. لو عندي بقى مشكله في بروز العظم نفسه بعد سن 14 سنة ما عندكش حل غير إجراء جراحة، ولازم يعملها استشاري جراحة وجه وفكين بس، يعني ما فيش حل تاني. مدام البروز عظمي في عظم الفك، البروز في الأسنان أقدر أحلها سواء بالتجميل أو بالتقويم، وأنا أفضل التقويم. تمام. بروز بقى في الفك نفسه لا، دي جراحة ملهاش حل تاني غير الجراحة. واحدة بتقول لك أنا بعاني من التسوس وصفرار السنان، عندها تسوس واسنان صفراء. تمام. وفي الاخر بتسال يعني الحلول ايه؟ يعني ما هل اشيلهم ازرع اركب؟ لا، خلينا دايما نتفق ان تسوس الاسنان هو علاجه ان احنا نعمل حسب طبعا الاكستنشن او حسب امتداد التسوس. لو التسوس بسيط بنعمل حشوات تجميليه عادي، لو التسوس وصل للعصب فبنعمل علاج جذور، وبعد كده بنعمل كراونز او طربوش للسنه اللي وصلت للعصب. الاصفرار لو زي ما قلنا، لو هو حد غير مدخن يقدر يحافظ على لون الاسنان ممكن نعمل له تبييض، لو هو غير كده ممكن نعمل له فينير. فالحلول كلها متاحه، بس انا يعني خلينا دايما نتفق ان بلاش الجا للخلع. الخلع هنعتبره قرار اعدام. في مداولات بقى ومناقشات لازم الدكتور يكون حريص جدا والحاله كمان تكون حريصه. سؤال بقى فني قوي اللي ساله حد معلم، يعني
قال لك انا عايز اعمل زراعه بس قالوا لي الحاجز الانفي هيعمل لك مشكله. ايه العلاقه بين ده وده؟ وبعدين انا هيحصل لي مشاكل تنفس بعد كده ولا لا؟ حلو قوي. هنا احنا بنتكلم ان الحاله دي في الاغلب هي خلعه دروس خلفيه في الفك العلوي. الدروس الخلفيه في الفك العلوي هي قريبه جدا من الجيب الانفي. اول ما بنخلع الاسنان خلينا نتفق ان بيحصل تغيرات فسيولوجيه في شكل العظم بتاعنا. العظم بيحصل له ريزوربشن يعني بيتاكل. فبالتالي بيحصل تمدد للجيب الانفي او الجيب الانفي بيبقى شكله بيتغير. الفكره هنا ان احنا عايزين نزرع عظم علشان خاطر نرجع الجيب الانفي لوضعه الطبيعي. ظهر عندنا جهاز من احدث الاجهزه اللي ساعدت في عمليه رفع الجيب الانفي وسهلتها. جهاز اسمه البيزو توم 2. ده من اكتر الاجهزه اللي فادتنا في عمليات عامه زراعه العظم، زراعه العظم. يعني احنا هنشوف مثلا ادي السنه موجوده او الدرس يعني هيتخلع. بص بقى شكل الجيب الانفي بيعمل ازاي. بدا الجيب الانفي يتمدد 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 وما بقاش فيه عندي عظم. ما اقدرش كميه العظم هنا ما تجيش 2 ملي. طب هزرع ازاي؟ الزرع بيحتاج للكونفنشنال يعني للزراعات الطبيعيه حوالي 10 ملي اللي هم 8 اقصر زرع و2 ملي ايه تحتيه. هنا انا ما عنديش 2 ملي، هنقول للحاله لا مش هنزرع لك. لا، باستخدام الجهاز ده بنبدا نعمل عمليه اسمها عمليه رفع للجيب الانفي. هنا عمليه رفع للجيب الانفي هي الحاله بتقول ايه؟ هو انا بعد ما اعمل عمليه رفع للجيب الانفي ده هيأثر على الجيب الانفي نفسه؟ احنا بنرجع لك الوضع للوضع الطبيعي. يعني العكس، يعني انت اصلا بقى عندك وضع يعني مش مظبوط. الجيب الانفي بقى متضخم، بقى اكبر من الطبيعي، متمدد. احنا هنا بنرجعه الوضع الطبيعي. هنا ال الجيب الانفي الغشاء بتاعه تقريبا عارف البيضه لما تكسرها وتشيل القشره بالراحه خالص مش تحتيها غشاء رفيع جدا، تقريبا الغشاء بتاع الجيب الانفي الرفع ده. فدايما بتبقى الدكاتره خايفه لا يتقطع وهو شغال. ميزه الجهاز ده ايه؟ انه بيزق الغشاء بالدفع مائي. مفيش طول ممكن تقطع الجيب الانفي ده، في دفع ماء ميه بيزق 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 لغايه ما يرجع الجيب الانفي لمكانه، وبعد كده نقوم مليين المكان بتاعه بالعظم وبنسيبه الوقت الكافي للالتئام في العظم بتاعنا، وبعد كده بنعمل عمليه الزراعه وبعد كده بنركب. اذا فني ينفع يعمل زرعه في الاماكن اللي حصل فيها تاكل العظم عند الجيب الانفي. السؤال المهم، ايه الحل لو خلعت اسناني والدكتور قال لي مش هينفع ازرع في نفس الوقت؟ الحاله دي مهمه جدا. ليه؟ لان انا لسه قايل لك حالا نتيجه الخلع بيحصل تاكل للعظم بشكل طبيعي. طيب انا هخلع وعندي مشكله، عندي بقى انفكشن، عندي اي مشكله ما مخليها الدكتور مش هيقدر يزرع في نفس الوقت. القاعده بس عشان بننزل، لو خلعت اسناني في تغيرات هتحصل في الفك، لازم هتحصل في السنان حواليه، لازم الدنيا هتتدربك ده اكيد. طيب انا بقى عايز ده ما يحصلش. فبنخلع وبنبدا نعمل حاجه اسمها سوكت اوجمنتيشن، يعني بنحط عظم السنه لما بتتخلع بتتخلع من حاجه اسمها سوكت اللي هو البيت بتاعها. تمام، اللي هو المكان الفاضي ده. فاحنا عايزين ما يحصلش التاكل ده. هو ليه بيحصل تاكل؟ لان البلاد كلوت او اللي هو الدم لما بيجي يقفل الجرح بيبقى نسيجه هش، فالعظم نفسه بيبدا يتاكل ويقل، فاحنا بنقوم حاطين عظم فالعظم نفسه ما يقفلش على بعضه، ما يكشش، ما يحصلوش ريزوربش. في الحاله دي اقدر احافظ على العظم لغايه الفتره اللي انا هاهل فيها العظم علشان استقبل الزراعه. يقول لك خلعت اسناني العلويه الخلفيه، الدكتور قال لي مفيش عظم اسرع فيه. ما هو ده اللي عمليه رفع الجيب الانفي. ما هو الدكتور لما خلع وراح عمل الاشعه الثلاثيه ابعاد لقى الاسنان العلويه الخلفيه العظم فيها متاكل. الموضوع بسيط جدا، هعمل عمليه رفع جيب انفي مش اكتر، اللي هو الـ الفيديو اللي احنا وريناه للناس قبل كده. الكلمه اللي جايه دي او الحكايه اللي جايه دي حكايه دي حياتي. واحد بيقول لك انا لا
للناس